اساس يعني لو لعب بالمجموعه اللي قاعده بره مش هيكون نتيجه فرق كبير جدا، يعني الموضوع محسوم يعني للفريق توقعات التونسي حضرتك 3-0 ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. كابتن منى سريعا توقعات حضرتك. لا 3-0 للصفاقسي. 3-0. كابتن انجي 3-0 للصفاقسي. 3-0 خلاص، يعني اتفق يعني الاستوديو التحليلي على نتيجه المباراه. لحظات ان شاء الله تنطلق، هننتقل لارض الملعب مع معلقنا عزب، كابتن عزب الشرباجي، لنقل احداث مباراه الكره الطائره سيدات في البطوله العربيه 19 من صاله 2 باستاد القاهره، ما بين شباب صحافه 20 السوداني وفريق الصفاقس التونسي، فالى هناك. ارسال ورا بعض على الارسال رقم 15 نهال، ارسال فلوتر من الجنب، اعداد عالي هاي باص وضرب في الشبكه من اللاعبه رقم 5. ثلاثه لا شيء، ارسال تونس، سلف لوتر، استقبال واعداد ودفاع، عاملين كفر كويس قوي تونس، وضرب ساحق لا يصد ولا يرد، ضربه ساحقه، حائط الصد ضعيف، حائط الصد ضعيف، حائط الصد السوداني رقم 8 البلاي ميكر قصيره وجنب واطفة بتتضرب من فوقيها على طول، ولمس شبكة للاعبة تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مع تجدد اللقاء بنا كده في اليوم الختامي للبطولة العربية للسيدات رقم 19، وبدأت المباراة منذ قليل. نلخص بقى كده، الترحاب بيكم ان شاء الله ونجهزه اكتر لمباراه الاهلي، ولكن دلوقتي طبعا فريق السوداني اللي بيحاول يحسن كده من ادائه في اخر يوم للقاءاته ضد بطل تونس الصفاقسي، طبعا غني عن التعريف، وان كان بقى غاب عن المشاركه في البطوله في النسخه رقم 18، واللي بيحاول النهارده كده يعزز بقى وجوده في المركز الثاني، وطبعا بقى بيتلخص الاداء مع فريق الاهلي وبرج والبترولي المجمع البترولي الجزائري لصاحب المركز الاول والثاني. وطبعا النهارده المباراه هتبقى سهله لفريق الصفاقسي، مش هنبذل فيها الجهد العالي طبعا عشان هنوفر بقى حضراتكم ونوفر اذاننا كده لمباراة النجم المتألق أو مباراة نادي القرن النادي الأهلي. طبعا التشكيل اللي موجود بقى في الملعب هناخده تباعا من الإرسالات، وأدي إرسالة هو للفريق السوداني وضربة ساحقة قوية لكن دفاعات مستميتة لفريق السودان، وبتهيألي السودان لو لعب كده من أول البطولة كان ممكن يبقى ليه شأن كبير، ولكن من الواضح بقى أن لاعباته اكتسبت الثقة كده في آخر مباراة وبتلعب كده ضد تونس مباراة قوية جدا. وادي حائط صد قوي من اللاعبة رقم 8 في شباب الصحافة السوداني آيات أغباشي توقاي، والإرسال مع فريق الصفاقسي واستقبال خاطئ من السودان، ترجع كرة سهلة لملعب الصفاقسي اللي هيشكل منها هجوم مضاد من منتصف شبكة، وجملة خططية كده بتعملها فريق تونس، وطبعا كان متكتف بقى في ماتش الأهلي ما قدرش يعمل الجمل دي، لأن طبعا رؤية فريق الأهلي ورؤية حوائط الصد كانت مختلفة تماما، ولكن هنا طبعا بيلعب بارتياحية وبتألق كده غير منقطع نظير، وبيتفوق على الفريق السوداني اللي مازال عنده مشكله في استقبال الكره الاولى، وان حسنها شويه في الفترات القادمه ممكن يؤدي عرض افضل.
التكنيكال تايم اوت الاول والنتيجه 8 الصفاقسي 2 شباب الصحافه السوداني. وهنسيب حضراتكم تتابعوا كده اللقاء بارتياحيه وبهدوء، وهنقول لحضراتكم بعض بقى المواقف ما بين فريق نادي الصفاقسي و المجمع البترولي والإحصائيات المختلفة عشان نسبة قد إيه النادي الأهلي متفوق حتى الآن، وإن شاء الله كده يتفوق أكتر بقيادة جهازه الفني كابتن حمدي الصافي وكابتن ياسر صلاح، وتفوق بقى الجمهور اللي بيزحف حول فرقته في كافة اللقاءات واللي ما تواناش لحظة خلال البطولة عشان يقدم هو كمان عرض قوي يليق بسمعة الجماهير المصرية العريقة داخل البطولة العربية. نرجع نستأنف اللقاء في الشوط الأول، 8 الصفاقسي 2 شباب الصحافة السوداني. وادي بقى الحكم الدولي مروة محمود حسني، طبعا بنت الحكم القدير محمود حسني ومن عائلة تحكيمية. ترجع تاني كرة سهلة تروح ملعب الصفاقسي وفعلا تلمها المحترفة بقى كارولين، ومن مركز 2 كده ضربة ساحقة قوية لجهان محمد اللي بتاخد ايد الدفاعات السودانية وتطلع خارج الملعب. بتلعب باستماتة شوية أمال عبد العزيز نقاش طبعا رقم 2 ليبرو فريق الصحافة السوداني، ولكن طبعا هي مش على المستوى العالي، وان كانت بس عندها الجرأة كده والشجاعة في الكور اللي بتدرب عليها بقوة. وادي كرة هنا من المحترفة تاخد حوائط الصد او تاخد حرف الشبكة وتنزل في ملعب السودان. وادي ارسال تاني سهل مع استقبال جيد المرة دي، وتشد في مركز 4 كده كورة ممكن يبقى فيها تاتش ولا ايه، ولكن الحكم الاول طبعا حسب الكورة خارج الملعب. مروة محمود حسني حكم اول، ومنى مكاوي من المنصورة حكم تاني، والاتنين دوليين. وادي استقبال خاطئ من امال عبد العزيز، بتحاول عليها كده اللاعبة مرافق موسى ولكن محاولة غير موفقة. وارتياح بقى على محمد الطرابلسي كده مدرب فريق الصفاقسي، طبعا عمل عرض جيد أثناء البطولة أمام المجمع البترولي اللي كان فايز بيه المركز الثاني في البطولة العربية للنسخة 18، وطلع معاه مكسب 3-2. وامام الاهلي بقى ما كانش قدامه اي فرص خالص انه ياخد حتى صوت واحد، وخسر امام نادي القرن النادي الاهلي، خسر امامه طبعا الصفاقسي 3-0. وادي هنا ارسال ضايع في الشبكه. طبعا بنحاول بقى نهدي كده اذهان حضراتكم ونستعد بكل قوتنا سواء الناحيه الاعلاميه بقى او التحليل في استوديو التحليل مع كابتن هيثم السعيد والعمالقه بقى كابتن شعراوي والكابتن منى عبد الكريم والكابتن انجي الشامي. الثلاثه الصراحه بيمثلوا اجيال مختلفه للكره الطايره في النادي الاهلي. كابتن شعراوي طبعا على قمه الهرم في استوديو التحليل، وكابتن منى تعتبر جيل الوسط، وكابتن انجي الشامي اللي لسه كانت في النادي الاهلي حتى الموسم الفائت. وطبعا بقى بنشوف كده تحليلاتهم لمباراة الأهلي والمجمع البترولي الجزائري، واللي أكيد هتفيد كل ملتفي مشاهدة قناة نادي الأهلي. إرسال تاني سهل واستقبال برضو غير متقن، ترجع كده كرة سهلة تلمها المحترفة كارولين، ومن مركز 2 لجهان، مركز 1 عفوا لجهان، ولكن كرة ما ترجعش من الفريق السوداني، وبيعملوا محاولات والله مستميتة على الكرة. طبعا كتر خيرهم على قد الاستعداد وعلى قد الإمكانيات البدنية والمهارية اللي هم فيها، وبيحاولوا كده جاهدين ان هم يقدموا عرض يليق بالكرة الطائرة السودانية. وزي ما قلنا ممكن يكون هدفهم في الفترة القادمة هو إنشاء جيل أو بناء جيل
من الشابات السودانيات اللي عندهم بقى دافع وحافز للتألق نحو المزيد من تحقيق البطولات. وطبعا مش مقياس خالص النتائج اللي خاض بيها فريق السودان داخل البطولة، ولكن طبعا كل التحية والترحاب به داخل بلده مصر، وبنقول له منتظرينك في البطولات العربية القادمة والبطولات الإفريقية. أنت ممثل جيد لبلدك، وحاول كده تدعم نفسك أكتر، ويقف جنبك اتحاد السوداني للكرة الطائرة، وفي مركز تطوير قوي جدا في السودان بيستقطب المدربين من كافة أنحاء العالم لتطوير الكرة الطائرة السودانية. انتهاء الوقت المستقطع الفني الثاني، والنتيجة 16 الصفاقسي، 3 الصحافة السوداني. وعلى الإرسال جهان محمد، وارتياح كده على أوجه اللاعبات بقى لفريق الصفاقسي، وإسقاط ولكن محاولة جيدة للدفاع عن الكرة، وتاني في تاتشات البلوكات ولكن بتلمها كده فرقة السودان وترجعها سهلة لملعب الصفاقسي اللي بتعكسها في الخطوط الخلفية لكارولين، ما بتكدبش خبر كارولين وتطلع تشوت كرة من مركز 6 من الخطوط الخلفية ويتحقق بيها نقطة مباشرة لفرقتها. 17-3. في شوية إحصائيات قلنا عليهم لحضراتكم، هنبدأ كده بالصفاقسي طبعا عشان هو اللي في المباراة اللي قدامنا. عندنا كان أميز لاعبات لفريق الصفاقسي اللاعبة المحترفة كارولين، ولكن طبعا كارولين بتضرب من المناطق الخلفية أكتر، وهنشوف بقى هل هم هياخدوا حد مميز في كأحسن ليبرو أو حائط صد أو ضارب أو أحسن إعداد، ولا هيكون موقفهم إيه. ولو بصينا نتائجهم خلال البطولة هنلاقي الصفاقسي فاز على المجمع البترولي 3-2، والصفاقسي خسر من الأهلي 3-0، وكسب سبورتنج المصري 3-0، ودي المباراة الرابعة ليه. وطبعا هو كان يعني بحكم ما سيكون بقى أنه هو ضامن المباراة النهاردة بمكسب 3-0، وهنشوف ترتيبه في النهاية هيكون ايه، ولكن بعد طبعا مباراة الاهلي المصري وفريق المجمع البترولي الجزائري. والمشكلة عندنا بقى في الكرة الطايرة انها لعبة رقمية. يعني ايه رقمية؟ يعني ما فيش حاجة اسمها انا فريق ما عنديش قدرة على وزب من ارتفاعات معينة، او ما عنديش ثبات للاداء المهاري في مهارة الاستقبال او الارسال او الهجوم، وأقدر أكسب فرقة عندها أرقام قياسية معروفة من قبل من خلال برامج الداتا فولي. وطبعا لو شفنا بقى فرقة الصفاقسي هنلاقي فيهم العديد من لاعبات المنتخبات، ولكن طبعا الطائرة ما بتعرفش المستحيل، أو الكرة الطائرة لا تعرف المستحيل. وإن أجاد فريق السودان ممكن يعمل مباراة تليق بختام وجوده في البطولة العربية، وبيحاول كده على استحياء بكرات فردية على مدى أو على مدار الشوط الأول. وآدي بقى الإصرار على وجوه اللاعبات، ومنهم أمال عبد العزيز نقاش، وآدي استقبال تاني غير متقن، وكرة كده في مركز 2 بتضربها اللاعبة رقم 5 سجدة محمد إبراهيم، ولكن زي ما احنا شايفين على الشاشة كان معدل الارتقاء بتاع سجدة قليل جدا بالنسبة للبلوكات، وبتعتمد بقى على البايلاك شوية أو على الكرة بتيجي في حواط الصد وتاخد نقطة مباشرة. بترجع سجدة على الإرسال، إرسال سريع لسجدة، ولكن استقبال أكتر من رائع من فرقة الصفاقسي. والمحترفة بقى كارولين برونو رقم 13 اللي بتضرب من المناطق الخلفية، وإن كانت هي تخش في منافسة على أحسن ضارب، ولكن أنا من وجهة نظري إنها ممكن ما تاخدش أحسن ضارب، لأنها ضربة من الأماكن الخلفية ممكن تكون محققة بها نقاط كثيرة جدا، ولكن العبرة بقى بالمان التكر اللي موجود على الشبكة. وإن كان ده ممكن ما يفرقش كتير لأنها طبعا إحصاءات رقمية، مش هنقول هو ضرب من أنهي منطقة، ولكن هو كأحسن ضارب في البطولة بيتحسب إجمالي الكرات اللي قام بضربها وعدد النقاط. ولكن احنا لازم نفتكر ان في بيست سكورر في كل مباراة، وهي ما خدتش في مباراتها مع الاهلي كبيست سكورر،
واللي اخده طبعا كانت انجي الشامي، وطبعا مرشحه بقى بقوه انجي الشامي على لقب من الاثنين، اما احسن لاعبه او احسن افضل ضاربه، وهنشوف بقى اما تاخد الاثنين زي البطوله العربيه السابقه. كان معاها طبعا بقى شروق كاحسن معد، ومريم متولي اللي غايبه النهارده عن الفريق للتاهيل كده من اصابه اتعرضت لها في الكتف. سلامات ان شاء الله يا مريم، وترجعي كده لفرقتك بالسلامه، ونطمنك بقى ان مركز 3 موجود فيه لاعبات ذو كفاءه عاليه مستنيين كده وجودك معاهم عشان تكملوا الرباعي ان شاء الله بكفاءه واقتدار داخل الدوري المصري. وطبعا انت عارفه ان في بقى نور ياسين رقم 3، وفي فريده العسقلاني رقم 12، ونرمين ابراهيم رقم 13، وفي كمان كانت المحترفه فيوليت ماكوتو اللي كانت بتلعب شويه من ثلاثات كده وتسخن مع الفريق من منتصف الشبكه وبتضرب كور سريعه بايديها اليسرى. ولكن طبعا ده كله كان الكابتن حمدي بقى هو اللي عنده المعضله بتاعه التشكيل ويقدر ينزل مين في انهي وقت، وكانت اللاعبات كلها بتجيد اثناء الثلاث مباريات السابقه، والنهارده المباراه الختاميه للبطوله وللنادي الاهلي، وان شاء الله يتوج كبطل، والجمهور حاضر من بدري قوي ومستني بقى دخول المارد الاحمر الى ارض الملعب. جواهر النيل على الارسال، ارسال سهل ولكن استقباله غير متقن، ومن المنطقه الخلفيه جهان محمد في ايد حائط الصد وتغير اتجاهها بنقطه مباشره للصفاقسي. وعلى قد ما محمد الطرابلسي راضي كده عن الاداء، لكن جواه حزن انه ما قدرش ينافس على البطوله، وحتى لو نافس عليها يكفي انه خسر من البطل اللي هيؤرقه جدا بعد تاكيد اشتراك الصفاقسي في البطوله الافريقيه. يعني فوز الاهلي عليه بنتيجه 3 لا شيء في البطوله العربيه بيمثل فوز ببطولتين، البطوله الاولى في البطوله العربيه ان شاء الله، ويتوج بها النادي الاهلي المصري حامل اللقب وحامل لقب ان شاء الله النسخه 19، واكيد هياثر على معنويات الصفاقسي لو قابله تاني في البطوله الافريقيه، بحكم ان الصفاقسي فريق قوي وبيدعم نفسه، وكان عامل معسكر في الجزائر قبل البطوله العربيه ومعاه اتنين محترفات، يعني ممكن في البطوله الافريقيه يقوي اكتر بمحترفات اكثر خبره او اكثر كفاءه، ويعمل معسكرات اوروبيه او معسكرات تؤهله اكتر للمنافسه على البطوله الافريقيه. وادي كره اتاكه اهي من كارولين اللي قلنا عليها، كارولين بيرونو رقم 13، وينتهي الشوط الاول لصالح الصفاقسي، وتبديل بقى الملعبين، وننتظر حتى استئناف اللقاء وبدايات الشوط الثاني.
زي ما احنا سامعين كده في الملعب بقى جرز انتهاء الوقت بين الشوطين ورجوع اللاعبات للملعب مره ثانيه واستئناف المباراه وبدايه الشوط الثاني. والكابتن مروه محمود حسني هتبدا بقى هي والحكم الثاني تراجع كده الكابتن منى مكاوي هيبداوا يراجعوا بقى دوران اللاعبات في الملعب والاصطفاف بتاعهم ويدوا اشاره البدء ان شاء الله بالشوط الثاني اللي تعتبر مباراه طبعا مش هنكرر فيها كتير ولكن هي مباراه سهله لفرقه الصفاقسي وبيستنى بقى مباراه كده الاهلي والمجمع البترولي وان كان هتتحسم النتيجه للاهلي والمجمع البترولي اول وثاني والصفاقسي هيحتل المركز الثالث لان طبعا رصيده من النقاط هيتوقف خلاص بالمباراه دي ويبقى عنده 8 نقاط راجع فعلا الحكم الثاني دوران اللاعبات والارسال مع فريق السودان وراح اللاعبه رقم 8 ايات اغبشي تقاي تلعب ارسال كده مع الوزب ولكن استقبال جيد وكره كده بتتعكس وادي بقى هنا دفاعات قويه كده الايات وترجع تاني في ملعب الصفاقسي وتتشد كده في المناطق الخلفيه ضربه قويه جدا من مركز واحد لجهان محمد بتاخد بيها نقطه مباشره كده متقدمه شويه ايات داخل الملعب ما قدرتش تعمل دفاع قوي على فريق جهان محمد من الصفاقسي وبينتقل ارسال للصفاقسي لعب ارسال طويل بنقطه مباشره من وجود تغطيه كده او استقبال من فريق السودان وزي ما قلنا ارتياح محمد الترابلسي للنتيجه اللي تعتبر منطقيه بالنسبه لمشاركته لانه غاب طبعا عن النسخه 18 والاهلي والمجمع البترولي كانوا في المركز الاول والثاني للنسخه 18 السابقه وادي كده ترجع سهله ولكن بتعمل عليها تراي ايات وترجع تاني الملعب الصفاقسي وتتشد لكارولين اللي ضربت كره قويه وملامسه للدفاعات السودانيه ولكن خارج الملعب ارسال تاني ياخد نت الشبكه كده وتعمل عليه تراي اكثر من رائع اللاعبه رقم 4 ايمان احمد شلال وطبعا بقى قصيره القامه ايمان ولكن ضرب من خارج في خارج الملعب للصفاقسي برغم كثر قامه البلوكات او حوائط الصد وترجع على الارسال مرافق موسى الصافي من الصحافه السوداني ارسال سهل واستقبال جيد وادي ضربه بقى من منتصف الشبكه لعزيزه الصامت اللي شاركها النهارده كده في فرقه الصفاقسي وبترجع كارولين على الارسال كارولين عندها 1.80 ومواليد 94 كارولين لاعبه محترفه جيده جدا وادي ارسال قوي ممكن تاخد عليه برضو احسن ارسال لان طبعا هي كانت مميزه في المباريات السابقه بارسالها القوي السريع وادي كره تاني قويه بتؤثر على الدفاعات السودانيه وما زالت كارولين على الارسال من البرازيل كارولين زي ما قلت لحضراتكم عندها 1.80 طول وفي معاهم لاعبه تاني نولينا لينيكوفا 1.96 من اوكرانيا ولكن طبعا ما بتشتركش كره كده من السودان فيها سرعه رد فعل وبتلحقها بقى نهاد نوراوي اللي شاركت النهارده في اللقاء كاليبرو بديل لاختها نهى نوراوي رقم 16 ونوران او نهاد نوراوي رقم 17 وادي كره كانت قويه حيات نقطه مباشره للصفاقسي وكانت في دفاعات طبعا من ايات اغباشي ولكن دفاعات غير متقنه يا ايات ولكن محاوله جيده منك نحييك عليها ارسال ضايع المره دي من كارولين ادي نهى نوراوي رقم 16 الليبرو البديل النهارده لنهاد ارسال كده قوي وكارولين تخفق في الاستقبال وممكن عشان كده انا ما كنتش برشح كارولين للحصول على افضل ضاربه او
احسن لاعبه، لان اللاعب لازم يكون متكامل زي ما هو بيضرب كويس، لازم يكون برضو هو كلاعب اربعات يكون عنده استقبال كويس، وهو بياخد عدد اجمالي للكرات اللي تم الهجوم منها. ولكن طبعا زي ما احنا شايفين كده كان في هنا بقى كره كده اوت او خارج الملعب، وبيتكلم عليها معتصم محمد عبد القادر مدرب السودان، وكان في اشاره من حامل الرايه المساعد بانها داخل الملعب، ولكن الحكم الاول والحكم الثاني شايفينها اكتر وادوا الكره لفريق السودان، وادي منتصف الشبكه اللي كان فيه تمركز خاطئ او تمركز غير متقن من امال عبد العزيز نقاش ليبرو فريق الشباب الصحافه السوداني. فهو هنشوف كده لو بالبطيء فعلا واقفه مش مديه زاويه الضرب بتاع الكره السريع وتنزل داخل الملعب، والتايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاول. وطبعا كان على الصوره بقى المحترفه الثانيه نولينا لينيكوفا من اوكرانيا. ثلاثة في الشوط الأول، الوقت المستقطع الفني الأول. وهنستأنف اللقاء. نادي الصحافة السوداني. طبعا مدربه بقى معتصم محمد عبد القادر، والمساعد عمار ابراهيم، والمساعد الثاني حاتم النور ابكر، ومعهمش بقى ممرن او طبيب معالج. وادي كانت على الشاشه رقم 2 طبعا خلود صمود لعبه مركز اربعات في الصفاقسي. وادي كره كده بترجع سهله، وطبعا كنا نفتكر بقى خلود صمود كان معمول لها حساب قوي جدا في مباراه الاهلي المصري، ولكن باقتدار من الكابتن حمدي الصافي قدر يواجه ارسالاته وضغط على خلود صمود لغايه لما طلعها خارج الملعب تماما، وما كانتش ظاهره خالص في مباراه الاهلي. وطبعا حول بقى الكابتن حمدي الصافي الضغط من على خلود، نقل على كارولين، واللي برضه تسبب انها خرجت من الملعب لفترات، لان طبعا دي استراتيجيه للاداء، ومش كتير من المدربين اللي بيعمل الاستراتيجيه دي، ولكن طبعا هي استراتيجيه ادت الى نجاح وفوز متالق من النادي الاهلي 3 لا شيء على الصفاقسي. وادي طبعا المعد بقى امال كبير رقم 15 مميزه امال. ارسال سهل، استقبال جيد، وتروح بقى ادي اللي قلنا عليه امال فعلا مميزه وحاسه بلاعبتها ازاي بيتحركوا، وتعلق كره كده في منتصف الشبكه اللي بتتدرب سريع من منتصف الشبكه بنقطه مباشره. ورجع على الارسال خلود صمود لعبه مركز 2 لعبه مركز 4 عفوا. وادي كره كارولين بتلمها وتتشد تاني لكارولين، بتعمل اسقاط سهل جدا كده السهل الممتنع، وتجيب بيها نقطه لفرقه شباب الصحافه السوداني. وطبعا ما زلنا احنا كمان بقى هادين مع اللقاء اللي يعتبر ما فيهوش فنيات او نقط او جمل تكتيكيه او خططيه نقدر نوضحها للساده المتابعين والمشاهدين لقناه النادي الاهلي. ما زال طبعا الصفاقسي متقدم بفارق سكور كبير يخلي فيه ارتياح كده في الاداء. ولو حد سال هو ليه الكابتن الطرابلسي متمسك بالتشكيل الاساسي او الاقرب الى الاساسي اللي بيلعب بيه مبارياته كلها النهارده، بالنسبه له هي مباراه سهله، فسهل قوي ان اللاعبات بتاعته تحقق رقم قياسي على فريق السودان سواء من الاتاك او من الارسالات المتقنه، وبكده ممكن يسهل او يقرب ان احد افراد فرقته او احد لاعباته ياخد مركز في احسن سكور او
المركز من احسن ضارب او احسن ارسال او احسن استقبال. وطبعا هو ما بيضحيش بقى بالكلام ده لانه لازم يخرج من البطوله بمكسب، وان كان حتى المكسب هيكون فردي للاعباته هيتحسب ليه في الاخر ان عنده احسن مستقبله او احسن ارسال او احسن ضارب من اربعات او احسن بلوك. وده اللي مخليه متمسك بالتشكيل الاساسي حتى الان، عشان بس الجمهور الكريم كده لما يسال بالنسبه للمباراه هي سهله ليه ما شاركش البدلاء كلهم وعمل توليفه كده من البدلاء او الاحتياطيين. ولكن طبعا هو ده كان الرد الامثل اللي اظن ان هو الاقرب الى الصح، انه عايز اي القاب تضاف الى فرقته. والتكنيكال تايم اوت الفني الثاني او الوقت المستقطع الفني الثاني، وطبعا تقدم بقى واضح قوي لفريق الصفاقسي 16-4، يعني اربع اضعاف سكور السودان، يخلي اللاعبات طبعا ومدربهم بقى يبقى كده في الارتياحيه اللي واضحه على الشاشه. وزي ما قلنا كده هو بيحاول يحط لاعباته في مصاف الفرق او اللاعبات اللي هتنافس على المراكز المتقدمه من الالقاب الفرديه داخل البطوله. وما زال معتصم محمد عبد القادر يشرح ويوضح ويفهم لاعباته، وعجباني روحه قوي القتاليه اللي ما زال بيأدي مهمته على اكمل وجه لاخر نقطه في المباراه ولاخر نقطه في البطوله. كان ممكن يستسهل الامور ويقعد ويريح نفسه ويقول لك انا كده كده فريقي ممكن يخسر وهتعب نفسي معاه على ايه، ولكن طبعا هو بيدافع عن كرامه الفريق السوداني وعن امكانياته هو شخصيا كمدرب، وبيحاول كده يفهم الاجيال القادمه في السودان ان احنا حاولنا ممكن ما نكونش قدرنا نحقق مستوى اطيب من الموجود، ولكن خليكم انتوا بقى احسن مننا وكملوا كده مسيرتنا اللي احنا بداناها واتحطينا في مصاف الفرق اللي بتشارك في البطولات العربيه والافريقيه وما غبناش عن اللقاءات العربيه، ويكملوا بقى كده بصف تاني او بجيل تاني اكثر كفاءه واكثر اقتدار. وبنتمنى طبعا لهم جميعا التوفيق وللشعب السوداني بالاخص، لانه طبعا شعب الجوار او شعب حوض النيل اللي ملازم لبلدنا العزيزه مصر. ادي كارولين بفتره كده، كارولين بتطلع من غير بلوكات وبتضرب، والله كورتها لمسه للدفاعات ومش قويه زي ما الناس بتقول كارولين عفوا، مع طبعا رؤيتهم الكامله، ولكن لما يكون لاعب محترف برازيلي بيضرب من على نت الشبكه او من قريب من مستوى مقارب للشبكه وبدون حوائط صد، وحتى ان كانت المباراه سهله بالنسبه له ولكن بيضرب في اماكن فيها الدفاعات متمركزه، ولكن طبعا المهاره بتفرق شويه، يبقى مش لاعب على مستوى عالي ولا حاجه، لانه لما لعب على مستوى عالي امام النادي الاهلي ما قدرش يتقن غير في الضرب الخلفي من المناطق الهجوميه الخلفيه خلف خط التلك، وده كان في الشوط الثاني فقط في مباراه الاهلي، حقق حوالي 5 نقاط متتاليه من الضرب من المناطق الخلفيه، ولما بتطلع على الشبكه طبعا كان بيتاخد منها بلوكات كتير نظرا لكفاءه البلوك ونظرا طبعا لعدم تمكنها من الافلات بقى بكراتها اللي بتهاجم بيها. وزي ما احنا شايفين هو بتعمل كره سهله وتاني ترجع كره ولكن في الشبكه ما بتكملش الرالي بتاعها مع فريق السودان. ارسال مع خلود والبايلك بيكمل بقى مع خلود كده وتيجي في نت الشبكه بنقطه مباشره، يعني فريق السودان بقى ناقص كمان الكره تعمل فيه خدعه وتنزل بنقط. وادي هنا بقى بيطلب تايم اوت كده الكابتن معتصم محمد عبد القادر، وزي ما قلت لحضراتكم بيقوم بمهامه التدريبيه والخططيه على اكمل وجه بصرف النظر عن التوفيق وعدم التوفيق. وكان سهل جدا يقعد بقى ويريح نفسه طبعا في اللقاء، وده ما بيحصلش لانه مدرب ليه وجهه نظر انه لازم يفضل ولا فريقه لغايه لما يطور منه او يطور من الصف الثاني او الجيل الثاني اللي طالع في هدف وفي اساس وفي قاعده بتنشئها كده السودان ولازم تصبر عليها شويه، ولكن بقى لازم يفصل الاعداد في البطولات الكبيره اللي زي دي
ولازم يبقى في امكانيات معينه تتاح للمدربين. وبيتهيالي فرق السودان هتاخد بالها من الكلام ده كويس وتحاول تثبت وجودها على الخريطه العربيه والافريقيه. وما زالت خلود صمود على الارسال وصمدة طبعا على الارسال بقى. والمره دي كده بكره بترجع سجال تتشد في مركز واحد لجهان وتتضرب من المناطق الخلفيه. وادي الدفاعات المستميته اللي بنقول عليها ويكفيهم فخرا طبعا وجودهم داخل ارضيه الملعب وبيحاول نقاط على فريق بطل زي فريق الصفاقسي. في فروق كبيره بينهم في الامكانيات الماديه والمعنويه والبشريه، ولكن طبعا فرقة السودان بتكافح وتقاتل حتى النهاية، تستحق مننا الإشادة. وأكيد جمهورنا العزيز الغالي اللي داخل الصالة لازم يحييهم في نهاية اللقاء وفي نهاية مبارياتهم في البطولة العربية. وتاني زي ما قلت لحضراتكم أدي كارولين بتطلع من غير بلوكات تماما وبتضرب في أماكن واقف فيها الدفاعات، ولو في تميز شوية في الدفاع هيقدر يطلع منها كور من غير حتى بلوكات. أهو هنشوف كده وفعلا أهي، فهي مش لعبة مميزة ولا حاجة. يعني لو جت في فرقة قوية زي فرقة الأهلي وتلعب حتى معاهم ممكن يخدمها شوية فرقة الأهلي ويشيلها وسطيهم وتختفي ما تبانش، ولكن هي لازم تبان مع الفرق الأقل شوية من فرق زي الأهلي. كان لازم تبان هنا مع فرقتها إن هي المان أتاكر القوي جدا اللي ما فيش حد بيقف قصاده، ولكن أول ما جه أمام بلوكات قوية زي بلوكات النادي الأهلي برضو ضعفت شوية وما ظهرتش في الصورة. وكانت برضو في مباراة الجزائر كانوا حافظينها كويس، يمكن تألقت في الشوط الخامس ولكن في الأشواط من الأول للرابع ما كانتش محققة مكسب ليه فرقتها بصورة عالية. وده كده تحليلنا بس اللاعب محترف بيكلف الفرقة اللي جاي فيها مبالغ طبعا طائلة، وبيكون بقى سمعته اللي جاي بيها سمعة قوية جدا، ولازم اللاعب لما أجيبه مش يحطني في منطقة الوسط او على حسب هدف الاتحاد او النادي اللي طالع البطوله. ممكن يجيب محترف من المستويين الثاني او الثالث، وفي فرق تانية طبعا بتفضل محترفين من المستوى الاول اللي يجي يرفع مكانه فريقه داخل البطوله، وده كله بيتوقف على حسب الامكانيات. وطبعا المدرب ادرى بقى ايه اللعيبه اللي هتنفعه ايه اللي مش هينفعه، قادر ارتياح على طبعا بقى لاعبات الصفاقسي، وما زالت بقى الكفاح والاصرار. وادي بقى تطيب الخاطر كده بين الاشقاء السودانيين العرب وبيحاولوا كده يقوموا نفسهم تاني ويرجعوا لاجواء اللقاء. زلنا مع حضراتكم في انتظار بقى استئناف اللقاء، وطبعا ادي لقطه بقى للجمهور اللي صامت وساكت تماما وبيحاول كده يوفر جهده زينا كده بنوفر جهدنا لمباراه نادي القرن، نادي المحلق دائما في سماء البطولات النادي الاهلي، بيحاول يوفر طبعا جهده بقى لمباراه النهائي لا تكون ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت مصر. وكابتن منى مكاوي بتسلم دوران الفرقتين للحكم العام او المراقب العام للمباراه. وادي جانب من الجمهور بقى ومدربات الانديه المصريه كده وحضورهم داخل الصاله المغطاه. يستأنف اللقاء والشوط الثالث من المباراة اللي زي ما قلنا في مباراة السهل الممتنع بيتحقق بيها فرقة الصفاقسي التونسي مكسب 2 لا شيء حتى الآن
ودخل الصوت الثالث كده، وطبعا بقى يجانبها الأمل في إحداث مفاجأة، ولكن طبعا لا نتمناها غير إنها أهلوية. وبيستنى فريق الصفاقسي إن فريق المجمع البترولي يعمل مفاجأة ويفوز بلقاء الأهلي 3-0 أو 3-1، عشان هو دي الفرصتين بس اللي هيبعد النادي الأهلي لا قدر الله عن اللقب. ولكن بأي حال من الأحوال الفريق الصفاقسي في المركز الثالث وبينتظر الألقاب الفردية داخل البطولة. وأدي إرسال كده لأمال كبير واستقبال خارج الثلاثة متر بتوع الهجوم، وتاني أمال بتعمل برضو كرة بتعليها طبعا في المنطقة الخلفية. عايزين بس نعدل حاجة، ممكن السكاوتنج لما يجي يعمل ديفنس لأمال كبير يحسب انها خارج منطقة الهجوم ويديها ماينس او دبل ماينس، ولكن عايز اقول لحضراتكم ان هي بس بتعلي الكرة خارج منطقة الثلاثة متر الهجومية، عشان اللي هيقوم برفع الكرة هو الليبرو، وده طبعا مش خطأ في أدائها، ولكن هي مع انها كرة شانس بول، ولكن مين اللي هيرفعها غير الليبرو، فبنعلي الكرة خلف او خارج منطقة الثلاثة متر، ومش خطأ في مهاراتها الدفاعية ولا حاجة. ده بس للتوضيح كده، ممكن حد امام الشاشة يقول ازاي هي كده الديفنس بتاعها وحش مع كرة سهلة، ولكن طبعا بنوضح لهم بقى ان ده اداء مطلوب داخل الملعب، وبننبه عليه مع الليبرو، نقول له لما المعد ياخد كرة شانس او كرة دفاع بيحاول يعلقها لك او يعليها لك خارج حدود الثلاثة متر، عشان تروح انت وترفعها صوابع، ويبقى مشروع ليك انك ترفع الكرة صوابع طبقا للقانون. ما ينفعش طبعا الليبرو يدخل منطقة الهجوم الامامية ويرفع الكرة من داخل المنطقة بايديه، لازم بصوابعه، لازم يرفعها تمرير من اسفل او بجر، وعليها طبعا بنحاول بقى نكسب مهارة اضافية للليبرو، وبتكون دي التعليمات من التعليمات الحديثة كده في التقويم الفني او التقويم المهاري للاعبات او اللاعبين، وهنشوفها كتير وهننبه عليها كتير اثناء اللقاء ان شاء الله في المرحلة القادمة، عشان جمهورنا يبقى عنده الثقافة والوعي ايه من الخطط كمان اللي بيستخدمها المدربين. وادي كرة كده سهلة وتترفع كده من امال كبير لجهان، بتلف عندها قدرة عالية على الارتقاء جهان محمد، وتطلع تلف بدل مكان جسمها رايح لللاين او الضرب في اللاين، تلف كده على الزوايا زي ما احنا شايفين، وتضرب كرة مفاجأة ما كانتش مستنياها كويس سجدة محمد ابراهيم رقم 5 من شباب الصحافة السوداني. وادي كرة ملامسة كمان وتطلع خارج الملعب، وزي ما قلنا بقى الارتياح على صفوف الجهاز كده من الصفاقسي. ما زالت امال كبير على الارسال، وارسال قوي مع استقبال غير متقن، وبتعتذر عنه كده لاعبة السودان رقم 9 مرافق موسى، كان ممكن تطلعه احسن من كده، ولكن هي طبعا بتعتذر عن خطأها. وادي تاني وعلى مرافق برضو، اللي اظن بقى ان المدرب هيقوم بتبديلها دلوقتي، وتكنيكال تايم اوت الاول، الوقت المستقطع الفني الاول، وطبعا اظن انه 8 لا شيء بارسال من معد فريق الصفاقسي امال كبير، واللي ما خسرتوش لغايه ما بدات. طبعا بقى بنفكر حضراتكم بالجهاز الفني لفريق الصفاقسي، المدرب كابتن محمد الطرابلسي، مساعد المدرب ان التركي، ودي عندها خبرة دولية عالية جدا، وبتقدر ازاي تلم اللاعبات وتسيطر عليهم نفسيا، ومساعد المدرب الثاني حمدي خنوس، ومعاهم طبيب معالج مونيا حسني. وطبعا ده تشكيل بقى للجهاز الفني لفريق الصفاقسي، وقلنا من شوية لحضراتكم التشكيل الفني لفريق السودان اللي بيضم معتصم محمد عبد القادر كمدرب، وبيدير اللقاءات ممكن نقول باقتدار، يحاول ان هو يعلي من نفسيات او معنويات لاعبته، ولكن طبعا هو ناقصه كتير من المهارة اللي ممكن تخدمه، وما نحكمش عليه ابدا ان هو مدرب غير متمكن، ولكن الراجل بيتعامل مع الامكانيات الموجودة عنده، ومعاه مساعد عمار ابراهيم وحاتم النور ابكر، وزي ما قلنا هو ده الجهاز الفني لفريق السودان. ما زالت امال كبير على الارسال، واظن انها ممكن تختم اللقاء بارسالها، ولكن خارج الملعب المره دي. يا امال لعبتيه كده بقوه شويه، وبيهنوا بعضهم
فريق السودان على الكرة طبعا انها خارج الملعب، وبينتقل لهم الارسال كده بعد نتيجة ايجابية جدا من الصفاقسي 9-1. وادي ارسال خارج الملعب ولكن استقبلته، وهم هنا بيقولوا لها انت استقبلتيه وهو خارج الملعب، ما كانوش متوقعين انها تجيب الكرة. طبعا امال كبير اترددت كده في الدخول على الكرة، وادي هنا كانت جهان استقبلت وهي كرة خارج الملعب شوية وتروح للشبكة وبتحاول تقول ان في تخطي من الحافة العليا للشبكة، ولكن طبعا حسبتها بالفعل الحكم الاول كابتن مروه محمود حسني. وادي كره سهله وتتضرب كده في دفاعات الفريق الصفاقسي التونسي، وكره قويه من جهان تضربها في الزاويه الطويله في مركز 5 بنقطه مباشره لخلود صمود. ادي كارولين، ارسالاتك ضايعه كارولين، بتهربي كل مادة من انك تحصلي على لقب سواء بالارسالات القوية او بالهجوم القوي. النهاردة هيعد معاكي اكيد كتير قوي في تحقيق النقاط المباشرة، ولكن خدي بالك النقطة ما بتنزلش اكسلنت، بتنزل لمسة للدفاعات السودانية وممكن تقلل الدرجة بتاعتك، ولكن في النهاية بنقول هي خلصت كام كورة، ضربت سي مثلا 20 كرة خلصت منهم قد ايه وبتاخد عليها النسبة المئوية بتاعتها. ما بيكونش تحليل مهاري، هو بيكون تحليل نقاط. وادي ارسال قوي واستقبال عادي وحائط صد، ولكن تعمل تاتش كده وهي خارجة في لعبة السودان وما بيحسبهاش الحكم التاني، او احنا شايفينها بقى مش مظبوطة. شاطتها كده خدتها بلوك جهان، وتبديل نازله اللاعبه هاله زكريا مصطفى رقم 11 وطلع ايمان احمد شلال رقم 4. ارسال خارج الملعب، شايفين الحكم الثاني منى المكاوي بتروح كده تضغط على التابلت عشان طبعا تتاكد من صحه الدوران للاعب المرسل. وادي ارسال ضايع، ما بتستناش بقى الترابيزه تديها اشاره او صفاره، هي بيبقى معاها الدوران بتاع الفرقه قدامها على طول، او نستنى زي زمان نطلع ورقه الدوران من جيبنا ونقعد نتاكد، وممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط. ده كله طبعا بيبقى بقى بالوسائل التكنولوجيه كده الحديثه اللي عودنا عليها خلاص الاتحاد المصري، وان شاء الله تتطور اكتر وتتعدل اكتر في المرحله اللي جايه. وبتعكس كره امال كبير كده فيرست تايم على طول من على الشبكه، بتاخدها كيلينج بليس بنقطه مباشره، وخلاص حصل تفوق بقى لفريق الصفاقسي. حتى فرقه السودان مش بتكمل الرالي بتاعها سواء بخطا مباشر من ملعبها او بيحصل على طول من السودان من الصفاقسي بنقطه مباشره. خلود صمود على الارسال، ارسال سهل وقصير كده مخادع او خططي، بتلعبوا على اللاعبه البديله رقم 11 هاله زكريا مصطفى، بتخفق في استقباله. ما زالت خلود صمود على الارسال، وتضيع المره دي خلود بنتيجه 5-15 15 للصفاقسي. والارسال مع مناسك جمعه لعبت مركز اربعات، 1.71 طولها، مفيش اطوال مميزه في السودان غير لاعبتين، لاعبه اسمها ايمان احمد شلال رقم 4 1.84 وسجده محمد ابراهيم 1.83 وجواهر النيل كده بتنزل او ما تنزلش 1.83، ولكن باقي الاطوال اطوال طبعا اقل بكتير من قياسات او متوسطات فرقه الصفاقسي. والصفاقسي عنده نولينا لينوكوفا 1.96 ولكن ما اشتركتش، وكارولين برونو رقم 13 1.80 محترفة البرازيلية، وعندهم لاعبات كتير بنفس الطول سواء 1.80 شروق القلعي أو فاطمة الخراط 1.82 أو بعد كده بقى بننزل لريم مساوي 1.80، وعندهم مشاركات دولية
زي خلود سمود لعبت بطولة مع المنتخب، وشروق القلعي بطولة واحدة، وعزيزة الصامت بطولة، وطبعا متوسطات الأعمار لفرقة الصفاقسي التونسي على فكرة قليلة، وممكن تبقى فريق بطل في الأيام اللي جاية زي بالضبط نادي سبورتنج المصري. عندهم لاعبات مواليد 95 و97 و96، وفي لاعبات صغيرين زي حتى المحترفة اللي جايبينها نولينا لينيكوفا مواليد 98 وكارولين مواليد 94، والباقي كله أكبر لاعبة فيهم بتعتبر أمال كبير ونهى نوراوي وأحلام طرابيعي مواليد 93، والباقي كله فوق بقى ال 94 لغاية 98، ده متوسط الأعمار عندهم. طبعا فريق صغير في السن وممكن يبقى بيكتسب من المشاركة ديت في المنافسات العربية أو الإفريقية خبرة ممكن تأهله خلال السنوات القادمة أنه يبقى فريق قوي. وادي هنا إرسال إيس على طول بنقطة مباشرة، تفشل في استقباله كده اللاعبة السودانية المجتهدة جدا الطموحة حتى الآن، اللي بتحاول تاخد كده الإرسال القوي من شروق القلعي. وادي إرسال تاني من شروق وإنصايد في مركز خمسة داخل الملعب في مركز خمسة، لعبت إرسال سريع جدا شروق، وزي ما شفنا كده في مباراة سبورتنج مع السودان كانت فرحة اللاعبة رقم 20 لعبة مركز تلاتات، لعبت في الشوط الأول حوالي 16 إرسال بنقطة مباشرة، ده هيديها برضو رقم كبير في إنها ممكن تدخل في أحسن بأحسن إرسال. وطبعا الإحصائيات ما بتعرفش مين الفرقة اللي بتلعب، هي بتعرف توتال الفريق داخل البطولة كله، بتاخد منه نسبة مئوية وبتطلع في الآخر الأحسن ضارب أو أحسن مستقبل أو أحسن لاعب، ما بتبقاش طبعا بالعين بقى المجردة أو بالتقدير كده، لازم كله بإحصائيات وبالداتا فولي. وأدي هنا كرة لكارولين بدون حائط صد، بتضرب كرة كده بتتألق فيها في أرضية الملعب بقوة جدا، وطبعا بقى بدون حائط صد لكسر قامة اللاعبات السودانيات. واللفة الثانية للفريق من أمال كبير ترجع تاني على الإرسال، وأظن إن هم دخلوا في المعطف أو المنحنى الأخير خلاص من الجيم، و 19-6 لفريق الصفاقسي. وأدي كرة خارج الملعب كمان 20-6، أمال كبير إرسال تاني، خطأ مباشر على طول في استقبال الكرة من اللاعب رقم 9 مرافق موسى الصافي من فريق السودان. 21-6، أمال كبير، إرسال سريع لأمال وصعب ولكن استقبلته المرة دي جيد. وأدي إسقاط بقى من الفرقتين، كرة كده فيها رالي راحة جاية ما بين الفرقتين، وأدي تاني إسقاط ولكن تلاقي المرة دي جهان، وكارولين بتضرب كرة قوية وزي ما قلنا بحائط صد مفرد، ولكن الدفاع بيسيطر على كورته. وأدي تاني في مركز اتنين للمتألقة جهان محمد من فريق الصفاقسي، عندها قدرة عالية جدا على الوزن جهان، بتضرب من مستوى 2.85 والصد بتاعها وحائط البلوك من 2.70، يعني عندها قدرة عالية على الارتقاء. وادي هنا كرة من منتصف الشبكة بإسقاط ولكن تعمل عليها أمال كبير، دفاع جيد وتاني جهان وما بتعديش كرتها، هي دي بقى الحاجات اللي محتاجة خبرات عالية يا جهان، انت مواليد 96 والمفروض خلاص اكتسبتي خبرة طويلة من مشاركتك في ثلاث بطولات سواء مع المنتخب او مع الصفاقسي التونسي. ويرجع كده الإرسال مع آيات أغباشي تقاي، وآيات إرسال سهل ولكن استقبال غير متقن من خلود سمود اللي عندها مشكلة كده في الفوت وورك بتاعها أو تحركات القدمين بالنسبة لاستقبال الكرة الأولى، وطبعا اللي قدر يستغلها الكابتن حمدي الصافي في مباراته مع النادي الأهلي، وضغط على خلود سمود وخرجها خارج الأداء من أول اللقاء. وكارولين بتلعب إرسال سريع أيضا وبيفشل أو بيخطأ الفريق السوداني في استقبال الكرة الأولى، وهي مشكلة متأصلة كده مع الأربع مباريات اللي لعبهم فريق السودان هو استقبال الكرة الأولى، وممكن لو تحسنت في الفترات بقى القادمة في البطولات إن شاء الله الإفريقية والعربية القادمة نلاقي كده فريق قوي يحقق لنا طموح للسودان، وبتنهي اللقاء
3 لا شيء فريق الصفاقسي التونسي. مبروك للصفاقسي ونقول لفريق السودان شرفت في البطولة العربية ومحتاجينك بمستوى أكثر إجادة في الفترات القادمة إن شاء الله. ونرجع للاستديو التحليلي لكابتن هيثم السعيد وضيوفه الأعزاء ونبدأ بقى نشتغل كلنا ونجهز كده إحصائياتنا لمباراة النادي القرن النادي الأهلي المصري وفريق المجمع البترولي في كلاكيت تاني مرة في البطولة العربية للنسخة 19. بالتوفيق للجميع. كان معكم محدثكم عازب الشرباجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.